يا استاذ كمال. صباح النور. اهلا قضيه بيه. انا جيت عشان الم الحاجات. تخلص قوي، بتيجي المكتب يوم اجازتك. انا جيت ساعدتك عشان الم الحاجات بتاعتي، يعني شويه حاجات خاصه بيا. مدام شهير، ما تنسيش تاخدي المج بتاعك ده. انتوا بقى كنتوا سايبين الشغل وقاعدين تحكوا. بصراحه الاستاذ كمال كان بيقول انه عايز يقدم استقالته. الشغل مش بالعافيه، استقالتك مقبوله من دلوقتي. عايزك يا دولة. برافو يا شهيرة، برافو عليكي، طلعت شاطرة جدا، اخترت صح في الوقت الصح، بعتيني في لحظة لما اخترت بيني وبينه. ماشي، متشكر يا شهيرة، متشكر قوي. بس يا ريت تخليكي فاكرة. صبري خدامك يا باشا. البضاعة الصيني اللي كنا بنستوردها من شركة ضيا فرحات، العقد اللي راح في الحريقة في مكتب شريف أبو الدهب مش كان بينص على إن البضاعة دي كلها بنستوردها حصري؟ يعني إحنا الوحيدين اللي بنشتريها، صح؟ صح يا باشا، ومفيش حتة هتنزل السوق إلا من عندنا. حلو أوي. أنا عايزك بقى تشمشم لي عن طريق حد من أصحابك في شركات التوزيع الكبيرة. لو ضيا فرحات مضى عقد تاني لنفس البضاعة مع شركة تانية، لو ده حصل يبقى ظني في محله. سعادتك تقصد يعني إن لو ده حصل يبقى هو اللي حرق مكتب شريف أبو الدهب، صح؟ حبشي. حبشي إيه؟ أنت زفت. أمرنا يا باشا. الحتة دي تلمعها كويس وتلفها لفه شيك وتبعتها في الشيخ زايد فيلا عامر بيك كيلاني، وتحط كارت باسمي. تحت امر سعادتك. دي بمناسبه ايه دي يا باشا؟ عيد ميلاده؟ لا، بمناسبه رجوعه لمراته بعد مرور 7 سنين طلاق. تصور. حنين يا باشا، حنين. حطها مكان الحته الاولى. ماشي يا باشا. لا شني واحده. تعالى كده شوية. أيوة بس تمام كده. تمام. تعالي. إيه اللي خلاكي عملتي كده؟ أنا ما عملتش، أنا كنت ما تكدبيش ولا تتخبسي عليا. وفي نفس الوقت ما تخافيش من حاجة. أنا مربيكي. ما هو علشان كده، علشان انت مربيني، عملت كده عشانك. طب فهميني، انا مش فاهم ولا حاجه. فاكر يا ديه بيه لما كنت بالنسبه لي بابا ديه؟ ولا تعيطي ولا تزعلي نفسك يا حبيبتي، خدي كل الايس كريم ده لك انت لوحدك، كليه بقى. ميرسي يا بابا ديه. كل يا حبيبتي. خلينا في موضوع. ما هو ده موضوعنا يا ديبي، هو ده موضوعنا. فاكر يوم ما انقذتني من ايدين امي زينب؟ عجبت المعروسه؟ اه. سميتها ايه بقى؟ سميتها يسرا. اتفضل يا ديبي. بنت بنت. اوعي تضربيها ولا من قدامي ولا من ورايا. تعالي روح قلبي اقعدي. حلو قوي اسم يسرا ده، جميل زيك كده. دودو، قصدي دولت، يا ريت ترد عليا وما تعصبنيش. في الفترة دي من عمري كنت انت الشباك اللي ببص منه على الدنيا، اللي فتح عيني على الحياة. تفتكر بعد كل ده ممكن هسيبك كده واشوفك وانت بتتباع عيني عينك واسكت؟ افرض انه جه اليوم اللي بلغك فيه ان انا اعرف كل اللي كان بيحصل من ورا ظهرك وما قلتلكش، ساعتها نظرتك ليا كانت هتبقى ايه؟